اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا. نمشي مباشره الى الندوه الصحفيه اللي جينا من مقر وزاره الصحه حول اخر مستجدات جائحه كورونا في تونس ونرجع لكم. جه ماشيين من الناحيه الصحيه. مدام نساف عندها تقديم اذا ممكن نتصنتوها شويه ومن بعد نتعداو للسؤالات نتاعكم. تفضل مدام دكتور نساف. نعم؟ باهي، أي تفضل دكتور نساف. تنجم تعدي لي البلاك هكا نقول لك؟ تعدي بالفلاج. وقت اللي نقول لك. صباح الخير، مرحبا بكم الكل. في النقطة الإعلامية هذه اللي حبينا معناتها نعملوها معاكم باش نعطيكم بعض المعطيات على الحالة الوبائية الحالية بالنسبة على المستوى العالمي وعلى المستوى الوطني، ونعطيكم شنو هي معناتها الإجراءات اللي نحب نأكدوا عليها في الفترة هذه من الحجر الصحي الموجه. توا عنا 10 أيام اللي الدولة التونسية انطلقت في الحجر الصحي الموجه، نحبوا معناتها نزيدوا نذكروا شنو هي الإجراءات اللي يلزم اتخاذها في الفترة هذه. بالنسبة للوضع الوبائي العالمي كما تعرفوا يتميز بارتفاع درجة الحرارة، ارتفاع درجة عدد الحالات المسجلة إلى أكثر من 4,300,000 شخص، عدد الوفيات ارتفع إلى 292,000 وفاة و 893. وبالنسبة كان نشوفوا نسبة الوفيات هي 6.7% على المستوى العالمي، ونسبة الشفاء من المرض هذا على المستوى العالمي هي 36.9%. وكان نوريكم معناتها الكوخب اللي تعطينا تطور عدد الحالات على المستوى العالمي. كما تشوفوا الكوخب هذه عرفت ارتفاع في أوائل شهر مارس، ومن بعد فما عملية استقرار، نشوفوا عدة موجات لكن باقي ما خلطناش انه العدد الحالات تبدا يتقلص على المستوى العالمي. كيف كان نشوفوا الكوخب اللي بعدها هي كوخب نتاع الوفيات، كيف تزامنت مع ارتفاع عدد الحالات ارتفاع في عدد الوفيات، بدا يتقلص على المستوى العالمي لكن مازال مرتفع. وكان نشوفهم بعد اللي الحالات اللي هي مازالت مبراتش على المستوى العالمي، كيف عدد الحالات هذه باقي في ارتفاع، واللي هما الحالات هذم هما يمثلوا خطر العدوى نتاع المرض هذايا. إذا على المستوى العالمي فما عدة مناطق في العالم، عدة بلدان تعرف انتشار سريع للمرض هذايا، وهذه من المناطق هذه هو تمثل مناطق خطر، لأنه إذا كان فما تنقل للأشخاص في المناطق هذه المناطق أخرى يجموا يحملوا العدوى هذه معهم. وآخر حاجة كان نشوفوا فما عدة بلدان انطلقت في الحجر الصحي الموجه، وإلا هما يقولوا متى رفع الحجر الصحي العام في عدة بلدان، لكن شفنا اللي مثلا في يوان صاروا 6 حالات جديدة بعد ما عرفت يوان من تاريخ 3 أفريل 8 أفريل لم تسجل أي حالة، لكن ورفعوا الحجر الصحي وشفنا معناتها اللي عودة الحالات في يوان. كيف في الكوري دي سود نهار الاثنين اللي تعدات أعلنوا عن وجود أكثر من 85 حالة كلهم مرتبطة بحالة وحيدة مؤكدة تم تسجيلها، والحالة هذه كان انتقل لعدة مقاهي وملاهي وسبب في عدوى لأكثر من 85 شخص. كيف لبنان البارح هما أعلنوا على رفع التدريجي للحجر الصحي، والبارح رجعوا في القرار هذايا خاطر رجعت العدوى تنتشر بصفة كبيرة. كيف في الأردن، كيف في عدة مناطق أخرى. إذا هذا رفع الحجر الصحي اللي قاعد يصير وتقييم نتاع النتائج رفع الحجر الصحي هذا حتى على المستوى العالمي برشا بلدان قاعدين يقيموا فيها وقاعدين يتخذوا في إجراءات ملائمة مع الوضع الوبائي نتاعهم. كان نشوفوا بالنسبة للوضع الوبائي في تونس بالنسبة لعدد التحاليل اللي قاعدين تقوم بها وزارة الصحة، احنا العدد من التحاليل هذه في الأسبوع عندنا حوالي
3000 تحليل أسبوعيا. فما الأسبوع 16 عرفنا أكثر عدد من التحاليل تم إنجازها، والعدد هذا مستقر ما بين 3000 و 3500 تحليل في الأسبوع. بالنسبة لعدد الحالات المسجلة إلى حد الآن هي 1032 حالة. لم تسجل تونس حالات جديدة منذ 3 أيام. بالنسبة لعدد الوفيات هما 45 حالة وفاة، تمثل 4.4% من الحالات المسجلة. بالنسبة للحالات اللي براو هما 739 حالة، وتمثل 71.6% من الحالات، وهذا مؤشر إيجابي. بالنسبة للحالات اللي مازالوا ما براوش واللي مازلنا نتابعوا فيهم هما 248 حالة. وعندنا بالنسبة على المجموع الحالات فما 247 حالة مستوردة و785 حالة محلية. بالنسبة للحالات المستوردة، البلدان اللي كانت أكثر معناتها عندنا منها حالات مستوردة هي فرنسا، هي تركيا، الكونغو، ومن بعد تجي مصر. كما تشوفوا بالنسبة لإيطاليا وإلا بالنسبة للصين ما كانش عندنا منهم برشا حالات مستوردة، وذلك يرجع لي أنه الإجراءات اللي تم اتخاذها مبكرا مع إيطاليا أول ما تم الإعلان عن وجود انتقال وبائي في إيطاليا، قمنا بغلق الحدود تدريجيا، وحتى اللي انخلطنا يوم 14 مارس كان غلق الحدود مع إيطاليا. وهذيك الاستراتيجية اللي تبعناها مع أي بلد يكون عنده معناتها انتشار سريع للوباء، كانت تونس من أول ما بدينا معناتها التتبع بتاع الحالة الوبائية هذه، اتخذنا إجراءات متاع أن تصير عملية غلق الحدود وتقصي جميع الوافدين من المناطق هذه، وتقصي كسوة بأخذ الحرارة في مناطق العبور الكل للمسافرين الكل، واللي هما جايين من المناطق الموبوءة كلهم يتم وضعهم في الحجر الصحي الذاتي. وبعد تدريجيا تم غلق الحدود نهائيا يوم 22 مارس، ومن وقتها ولات عملية الإجلاء هي منظمة، وجميع الأشخاص اللي تم إجلائهم يتم وضعهم في الحجر الصحي اللي هو في أماكن يتم وضعها على ذمتهم، وفما فرق طبية تقوم بمتابعتهم. حاليا عندنا 160 من اللي بدات معناتها من اللي بدينا الحاله الوبائيه الى اليوم، عندنا 160 شخص تم ايوائهم بالمستشفيات، و46 حاله تم ايوائهم بمراكز العنايه بليسيرفيس دو ريانيماسيون. حاليا عندنا 5 اشخاص فقط اللي هما مثلا حالات مؤكدة اللي هم عندهم الفيروس الكورونا الجديد، هذم حاليا مقيمين بالمستشفيات، حالتهم مستقرة، وإن شاء الله كيف كيف هما يبراوا ويخرجوا من المستشفيات. بالنسبة لي معناتها كيفاش يتميزوا الحالات هذه، احنا عندنا الشريحة العمرية، معدل الشريحة العمرية هو 43 سنة. بالنسبة للميديان متاع العمر هي زادة 41 سنة. أقل شخص كان عمره شهر، والأكثر شخص عمره 93 سنة. الأكثر الفئات اللي هي معناتها الشرائح العمرية اللي كانت عندها الإصابة هذه هم بين 15 و44 سنة. بالنسبة لحالات الوفيات، على ال 45 حالة وفاة عندنا الشريحة مثل العمر، معدل العمري كان 67 سنة، هو مرتفع بالنسبة للحالات الأخرى. عندنا 2.6% أكثر رجال من النساء، وعندنا بالنسبة للي توفوا الكل 82% كانوا قد أقاموا بالمستشفيات. هذه الخريطة متاع الجمهورية التونسية حسب نسبة وقوع المرض على كل 100,000 ساكن. كما تشوفوا هنية فما المناطق اللي هي باللون الأحمر الغامق هي المناطق اللي تعرف نسبة وقوع أكثر من 15 على 100,000 ساكن. المناطق اللي أقل معناتها اللون متاعها أقل دكانة
والمناطق الغامقة هذه هي خاصة تطاوين مدنين وقبلي وتونس العاصمة، المناطق اللي هي عندها نسبة وقوع بين 7 و15 هي جابس سوسة والولايات الأخرى من تونس الكبرى اللي هما بن عروس أريانا ومنوبة، ومن بعد فما ولايات عندهم النسبة هذه بين 5 و7% لون متاعهم أقل، وفما بقية الولايات اللي هما أقل من 5%. بالنسبة هذه للتطور عدد الحالات حسب الزمن واللي هي زمن متاعنا ناخذ حسب الأسبوع، هنيا كما تشوفوا احنا الأسبوع الأخير فما تقلص كبير لعدد الحالات اللي خلط معناتها للأقل عدد تم تسجيله في الفترة الأخيرة، كيف كيف عدد الوفيات تقلص بعدد كبير، وأحنا تويك عنا 3 أيام لم نسجل أي حالة جديدة، وكيف كيف لم نسجل حالة وفاة جديدة. هذا هو معناتها الوضع الوبائي اللي حبيت نقدمه لكم، وتوا كان عندكم أسئلة ناخذ الأسئلة متاعكم، وماذا بينا كان معناتها كل واحد يسأل سؤال ويخلي المجال للزملاء باش يعطيوا الأسئلة متاعهم، خاطرنا حتى للعشرة باش نكملوا الندوة الصحفية هذه. بعد تسجيل أسفار ثلاثة احنا نحب نقول اللي بالنسبه لتقييم المخاطر، بما انه الفيروس هذايا كما قلت لكم اللون هو مازال منتشر في عده مناطق في العالم، بما أنه الفيروس هذا حتى إذا كان سجلنا 0 حالات جديدة هذا ما يعنيش أنه الفيروس هذا ما عادش موجود في تونس، يجب يكون مازال موجود، وذلك علاش احنا عززنا في منظومة الرقابة الصحية متاعنا باش نقوم باكتشاف الحالات بصفة سريعة وفي الإبان، حتى أن يتمكننا باش نقوم بعملية تقصي المخالطين للحالات هذه وعزلهم لتفادي أنه العدوى تبدأ تصير بصفة كبيرة. إذا تقييم المخاطر بالنسبة لانتشار الفيروس هذايا مازال مرتفع، ما نلزمناش نقولوا معناتها خاطر ما عادش نسجلوا في حالات اللي هو سيء معناتها ما عادش عندنا الفيروس هذايا، مازال مرتفع بما أنه مازال فما جالية تونسية يتم إجلائها، بما أنه مازال موجود في المناطق في البلدان أخرى في العالم، وبما أنه احنا تويكا نعرفوا اللي مازال كذلك موجود في تونس، مازال يدور في تونس، وباش نجموا نقولوا اللي الوضع ولا مستقر يلزمنا على الأقل 40 يوم ما سجلنا فيهم حتى حالة، وهذا معناتها يلزم متابعة وتقييم للوضع الوبائي بصفة دقيقة. بالنسبة للإجراءات متى الحجر الصحي الموجه راهي هي التعريفة متاعها هو تطبيق جميع إجراءات الحجر الصحي العام ما عدا للقطاعات والأشخاص المرخص لهم في نطاق العمل متاعهم باش ينتقلوا للعمل متاعهم. هذاك علاش فما كراس شروط تم تحضيرها من قبل القطاعات اللي هي مرخص لها بالعمل في الفترة الأولى هذه اللي هي حتى 24 ماي، القطاعات حيوية في عدة ميادين، وهذا من كل حضروا كراسات شروط، وكيف كيف القطاع الحيوي اللي يهمنا برشا هو القطاع النقل حضر كذلك كراس شروط، وماذا بينا كان جميع الأشخاص اللي هما معناتها معنيين بالإجراءات هذه يلتزموا التزام كبير بشروط كراسة الشروط، ولزمنا القطاعات اللي هما التزموا حضروا كراسات شروط لازم يطبقوها على عين المكان، يعني توفير ما يلزم من إمكانيات وإجراءات باش نطبقوا التباعد الجسدي، باش نطبقوا قواعد حفظ الصحة من غسل الأيادي بالماء والصابون باستمرار، توفير الكمامات اللي هي لبسانها ولا توا ضروري، خاطرنا كما تعرفوا الفيروس هذا ينتقل عن طريق الهواء كذلك كما ينتقل عن طريق الأيادي الملوثة ولا الأماكن اللي يجم يكون موجود فيها اللي هما لي سيرفاس كي نحطوا يدينا والكل نجموا ننقلوه، فعملية النظافة العامة عملية
تطهير الأماكن اللي احنا موجودين فيها، عملية غسل الأيدي بالماء والصابون، الديستانسياسيون سوسيال، التباعد، خاطر لازم نبعدوا على بعضنا ونكونوا حاملين للكمامات باش نقلصوا من العدوى هذه. الإجراءات هذه يجب تطبيقها، ويجب كل القطاعات اللي هما التزموا بتطبيق الإجراءات هذه يلزمهم يطبقوها على عين المكان. احنا ما شفناه الأيامات الأخيرة من عدم التزام بالإجراءات هذه، خلينا نقولوا لازم باش نذكروا ونعاود نذكروا ونعملوا عليكم برشا باش تعاونونا في هذا على ضرورة الالتزام بالقواعد هذه. نحب نقول اللي لحد الآن التوانسة كانوا متفاعلين برشا مع إجراءات الحكومة ومع إجراءات وزارة الصحة، وكانوا متفاعلين وطبقوها، وهما تطبيقهم للإجراءات هذه والتزامهم بالحجر الصحي العام خلينا خلطنا للنتائج اللي خلطنا لها توا. لكن إذا كان احنا بعد ما عملنا هالسكريفيس هذا الكبير كلنا مع بعضنا، معناتها نولي كيف نرجعوا توا نجيو باش نطبقوا الحجر الصحي الموجه، نظنوا اللي هو سيء راهو ما عادش عندنا الفيروس هذايا ونرجعوا لحياتنا العاديه وما نطبقوش الاجراءات هذيا، وخاصه يصير دي غاسومبلومون معناتها تجمعات اللي فيها برشا اشخاص كل سوا للتسوق والا لاي غرض اخر. التجمعات راهي تنجم تسبب خطر كبير على عوده الفيروس على غرار ما وقع في لبنان البارح واول البارح. عملوا تجمعات تظاهرات وعملوا معناتها كيف عملوا الحجر الصحي نتاعهم، رفع الحجر الصحي، رجعوا بصفه مكثفه في تجمعات والكل، وحتى فما معناتها دي كومبورتمون اللي ما كانوش ملائمين مع قواعد حفظ الصحة والتباعد الجسدي، ما رعنا إلا الفيروس هذا يرجع لهم إميدياتمون. فهذا هو الخطر اللي نحبه احنا نقول لكم عليه. رانا إذا كان ما نكملوش الجهد الكبير اللي عملناه باش نخسروه، إذا كان ما نلتزموش بالإجراءات اللي تويكا مشينا فيها واللي الدولة التونسية مشيت فيها تدريجيا باش نخلطوا مع بعضنا بقدرة ربي، لأن نرفع تدريجيا عدة ناخذوا تدريجيا عدة إجراءات أخرى للتخفيف من الحجر الصحي العام، ونمشي بروغريسيفمون باش العباد نرجعوا الحياة عادية، لكن الحياة العادية متاعنا باش تكون ديما مقيدة ب تطبيق القواعد اللي قلناهم، التباعد الجسدي، غسل اليدين بالماء والصابون، حمل الكمامات، حتى لين العالم الكل يخلط باش يسيطر على الوضع هذايا. والعالم الكل ما هو باش يخلط يسيطر على الوضع هذايا الا ما يكون عندنا لقاح ناجع، واللقاح الناجع ما يجم يكون موجود يلزمه فتره، وحسب التقديرات الاوليه الفتره هذه تنجم تاخذ عام على الاقل. ف احنا نعرفوا اللي باش نقعدوا متعايشين معاه لمده كبيره. سالتوني على معناتها الامباكت نتاع الطقس، راهو ما عندنا حتى معطيات حاليا علميه تثبت اللي فما انيفي نتاع الكليما ولا انيفي دا نوتر فاكتور بروتيكتور. ما عندناش اسي دو ركول، المرض هذا جديد، فما عده اشياء في خاصيات الفيروس مازالت مش معروفه، عنا عدة معطيات حول المرض بيدو مازالت مش معروفة، عنا عدة معطيات على نجاعة الأدوية مازالت مش معروفة، عنا عدة معطيات على المرض هذا يعطي مناعة، والمناعة هذه باش تكون معناتها بروتكتريس باش يولي الشخص هذا ما عادش يمرض بالمرض هذا مازالت مش معروفة. اسكو المرض هذا الأشخاص اللي مرضوا يجموا يعاودوا يمرضوا ولا لا مازالت مش معروفة. عنا عدة معطيات علمية مازالت منقوصة. الحاجة الوحيدة الثابتة هي انه وسائل الوقاية هم اللي باش يخليونا نقلصوا من حدة انتشار المرض هذايا، حتى لين احنا كما في تونس تعرفوا شنو الاوبجيكتيف نتاعنا؟ الاوبجيكتيف نتاعنا ان نحدوا من انتشار المرض هذايا باش هكاكا السيستيم دو سونتي نتاعنا ما يكونش ديباسي ان جور دوني، نلقاو روحنا قدام الخيار نتاع شكون باش نرقدوا شكون مش باش نرقدوا، والا عندنا عدد كبير من الوفيات. هذا نجحنا فيه في الفتره الاولى، ما فما حتى نهار لقينا روحنا في وضع انه يخليونا معناتها نعيشوا وضعيه هذه اللي عاشوها برشا بلدان اخرين. وهذايا كيفاش خلطنا له؟
خلطنا له خاطر التوانسة وخاطر حتى الوافدين اللي دخلوا لتونس التزموا بالإجراءات اللي حطتها الدولة التونسية. فما نجموا نكملوا نعملوا كونسوليداسيون تاع لي زاكي هذم إلا بالالتزام بالإجراءات اللي توا حاطينها. ما نحبش يمشي مفهوم مغلوط على الوجه على الحجر الصحي الموجه اللي قاعدين نعملوا فيه توا. برشا عباد معناتها كأنه سيي كملنا وخرجنا وتوا عنا زيغوكا، مازال لو ريسك إلي إلفي، المخاطر مازالت مرتفعة، ويلزمنا نكملوا ونلتزموا بالإجراءات باش نخلطوا مع بعضنا البر الأمان. سؤال برك بالنسبة للعدد الولايات كما شفتوا احنا ولينا معناتها التصنيف الولايات حسب العدوى. فما الولايات اللي توا عندهم صفر حالة، معناتها الحالات الموجودة كلهم براو فيهم ومعاش عندهم حتى حالة نشيطة، هذا مناطق اللي احنا نقولوا ما عندهمش حالات، لكن هذا ما يعنيش اللي الفيروس ماهوش قاعد يدور فيهم. يلسبو فما حالات اللي هي ماهيش ظاهرة، لكن بالنسبة لنا هي مناطق تعتبر ذات خطورة ضعيفة. فما مناطق اللي فما حالات فيها مازالوا معناتها هما حاملين الفيروس وهما يمكن يسبوا معناتها خطوره اذا كان يعديوا اشخاص اخرين، لكن احنا العدد نتاعهم هما قليل وحطينا هذه المناطق ذات خطوره متوسطه. وفما مناطق اللي عدد الاشخاص اللي مازالوا حاملين الفيروس واللي هما مازالوا ما براوش اكثر من 5 على 100 ألف ساكن، واعتبرناها اللي هي مناطق حمراء وفما ريسك باش انها ترجع يدور فيها الفيروس. احنا لو برانسيب دو باز شنو في الحجر الصحي الموجه؟ التنقل بين الجهات هو ممنوع الا للمرخص لهم. اي شخص باش ينتقل للمرخص لهم في نطاق العمل مع تطبيق الاجراءات اللي قلنا عليها الاخرى الكل. بعد اذا كان فما اشخاص غير مرخص لهم يحبوا ينتقلوا من مكان الى مكان لاي غرض اخر، فما طلب لازم يتوجهوا به للسلطات المحليه. مع العلم اي شخص بينتقل من منطقه حمراء الى منطقه لون تاعها مختلف، يعني اللي هي البرتقالي والا الاخضر، يلزم يخضع للحجر الصحي الذاتي لمده 14 يوم حتى تتم المراقبه الصحيه التامه ليه، باش لا قدر الله كان يكون هو حتى ما عندوش العلامات نتاع المرض يكون حامل للفيروس ما يتسببش في نقل العدوى من مكان الى مكان. فلو برانسيب دو باس ان معناتها التنقل بين المناطق هذاك مازال الى حد الان ماهوش مسموح به. هذا لو برومي برانسيب. بالنسبه سالتني على الصلاه، فما عندنا اجتماع باش يصير توا مع وزارة الشؤون الدينية لمناقشة عدة مواضيع منها صلاة العيد. ونحب نذكر ونقول احنا لو برانسيب دو باز يقعد هو بيدو. التجمعات ممنوعة، أي ايفينمون باش يكون فيه تجمعات يجم يسبب خطر ويجم يكون معناتها هو نقطة لعودة انتشار الفيروس باش يكون ممنوع حتى لين توفى الفترة هذه نقيموها، وإذا كان باش نتعداو للفترة اللي بعدها نتعداو افيك معناتها اون كونيسونس بريسيز نتاع لي ريسك نتاعنا. فما نجموش نعملوا اون انتيسيباسيون. الفترة هذه فما إجراءات تم اتخاذها، جميع التجمعات ممنوعة في الفترة الحالية. هو فما عملية تنسيق مع السادة السفراء اللي موجودين في عدة البلدان،
هو عندنا معطيات إجمالية على عدد الوفيات من بين التوانسة الموجودين كسوا في فرنسا ولا في إيطاليا، خاطر احنا أكثر التوانسة موجودين خاصة في أوروبا وقاعدين يحاينوا معنا في المعطيات. هي المعطيات هذه مرتبطة زادة بالاستراتيجية المتبعة من البلدان هذه. كما تعرفوا فما بلدان ما يعملوش عملية تأكد ولا تحليل المخبري لجميع حالات الوفيات، فالمعطى هذايا ماهوش دقيق عنا، هذاك علاش احنا نفضل ما نعطيش ارقام اذا كان مش دقيقه، لكن احنا ننسق معاهم يتم اعلامنا معناتها اذا كان فما حالات مؤكده يعلمونا بها، لكن ما عنديش الارقام الدقيقه المتعلقه بالرقم الصحيح. توصيه فتره العيد يعني زيارات عائليه فتره العيد مسموح بها ولا لا؟ قلنا احنا قلنا لو برانسيب دو باز التجمعات لا. شفنا انا فما حاجه شفناها في لبنان وحاطينها سبوت يعديوا فيه ويعاودوا، بعد ما صار الرفع متاع الحجر الصحي العباد ولاو لابسين الكمامات ويسلموا على بعضهم ويتقابلوا والكل. احنا في عاداتنا اذا كان توا في العيد انتوما نخليكم التقييم لكم انتوما، احنا كي باش نرجعوا نعيدوا باش نسلموا ولا مش باش نسلموا؟ باش نسلموا. فاذا فما ان ريسك، واحنا فما عباد ما همش عايشين في مناطق مختلفه على عائلاتهم، فباش نحميو عائلاتنا راهو هذايا حمايه الاولياء نتاعنا، حتى ينجموا يكونوا هما معناتها كبار في العمر وعندهم امراض مزمنه يلزمنا باش نلتزموا. حاليا النقل بين المدن اللي مش مبرر بالنسبه ليا، نجموا نتعايدوا اديستونس وبالتليفون، هي سيتواسيون اكسبسيونيل، نعرف اللي كلنا صعيبه علينا وصعيبه على العباد الكل وصعيبه على العالم الكل، لكن لازمنا ديما اون بالونس لو ريسك بارابور او بينيفيس. اكيد ان احنا حارسين برشا باش ما نعديوش بعضنا، فنكملوا نعديو الفتره هذه ونعديوها بسلام، وان شاء الله من بعد يجونا في ورص باش نعاودوا نعيشوا العيد ونحتفلوا به كما يلزم. اخر سؤال. باش نعطيكم سؤال ياسر مهم. هوني بربي نحب جوستومون نتكلمكم باش انتم تعاونونا على الشيء هذا. راهو المجتمع يسمعكم برشا. دونك لازمكم انتم توعيين صارت اغلاط رينا تصور العباد لاصقين في بعض. نرجعوا للمبادئ اللي قالت عليهم البروفيسور نيسار، لازمنا نبعدوا على بعض، نغسلوا يدي، نلبسوا الكمامات. دونك احنا ما نجموش ننجحوا في العمليه اذا انتم ما تعاودوش وتعاودوا كجورناليست، مي اوسي زاد انتم عندكم زاد دون دي ميديا اللي عندنا برشا عباد تنشط، فما خود جورناليست وفما عباد ينشطوا، والعباد هذوما لازمنا يعاونونا باش نقولوا للعباد راهو الحل في ايديكم. نمشي انا شنيا المانع باش نقعد بعيد مترو باش نمشي نقضي؟ اما خير ان فما ان بو دو ليبرتي حاليا باش نعملوا شيء هذا، ولا ان تصير فوضى ونرجعوا لازمنا نولي ونرجعوا وقت الحاجات اللي ما تنطقش للعباد الكل. دونك نتعاونوا مع بعضنا، وانتم عندكم راهو ان رول كبير برشا باش توعيوا العباد باش تذكروا. لا كنا ننساو بعد ساعات نجيو باش من غير ما نشعروا باش نمدوا يدنا نسلموا على زميلنا كيف اللي بجنبه، لازم يقولوا رد بالك. هذه حاجه هامه قالتها لكم بروفيسور ديساف، اللي الاغلاط اللي صارت في لبنان ولا في بقايا اخرين سي كو العباد في لحظه بدلت انتقلوا انطلقنا الواحد نسخايبوا، ما عاد فما حد شيء، ما عادش لازمنا ان نحتضنوا الاحتياط هين، وانتم تعاونونا باش نذكروا للمواطنين الكل اللي كما قال بروفيسور نيسان التوانسه عاونونا باش ننجحوا، ما نجحناش وحدنا راهو حاجه هامه برشا، والتوانسه باش يعاونونا باش يكون النجاح تام ونوصلوا للمرحله الاخيره ونتعاونوا حتى لين الوباء يهدى. فوالا يعطيكم الصحة. احنا توا خاطر عندنا التزامات أخرى بالنسبة للبحر، راهو نفس المبدأ، إذا كان فما ريسك نتاع تجمع
فهو ممنوع. البحر في حد ذاته ما يمثلش خطورة، ماء البحر ما يمثلش خطورة معينة، ما فماش ريسك بارتيكولي. أما نرجع ونقول إذا كان باش يصير تجمع، نرجع ونقول لكل التجمعات ممنوعة. يعطيكم الصحة، شكرا لكم.